بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاما على أشرف الخلق والمرسلين. إن شاء الله في المحاضرة ديت هنتعلم إزاي نفنش لوحات الأسقف. تمام، طيب خلاص صممنا الأسقف يا باشمهندسين، وصممنا السلالم والكمرات، فكده السقف يا باشمهندس بتاعك كامل. ده مثلا كان الدور الأرضي، كان عبارة عن بلاطات سوليد سلاب وفلات سلاب. اتعلمنا إزاي نصمم السوليد سلاب والفلات سلاب. وده الأرضي رقم 2 اللي إحنا خدنا نفس البلاطة ولكن عملناه بسيستم مختلف، هولو بلوك سلاب، عشان نتعلم تصميم الهولو بلوك سلاب. وده كان الدور المتكرر، كان مزيج ما بين السوليد سلاب والفلات سلاب. خلاص يا باشمهندس، كده يا باشمهندس بعد تصميمك للبلاطات بشكل كامل. وطبعا تصميم البلاطات بينقسم جزئين، قلت لك جزء تشيك، بتشيك بانشنج وديفليكشن، وبعد كده جزء تصميم. خلاص، في كل انواع البلاطات بقى نفس الكلام. بعد كده بتصمم الكاميرات، بعد كده بتصمم السلالم. كده يا باشمهندس انت السقف بتاعك كامل متكامل، مش ناقصه اي حاجه غير انك تخرج لوحه بقى تطبع يا باشمهندس عشان تتنفس، او عشان تعمل لها شوب درونج ايا كان. خلاص يا باشمهندس، طيب اتعلمنا قبل كده ازاي نخرج لوحات الاعمده. خلاص، وازاي نختار لوح، عفوا ازاي نختار طول اللوحة أو مقاس اللوحة. خلاص يا باشمهندس، قلت لك أنا عامل لك هنا مقاسات كتير أهوت. طبعا المقاسات الستاندر معروفة اللي هي A نوت و A1، ثواني كده أجيبهم لك. أدا هي يا باشمهندس المقاسات الستاندر، الـ A نوت والـ A1 والـ A2 والـ A3 والـ A4، واتكلمنا عن الكلام ده كله. طبعا A4 ديت اللي هي مقاس الورقة بتاعت الكتاب يعني. خلاص يا باشمهندس، وإزاي نختار مقاس اللوحة وكده. خلاص يا باشمهندس، فخلاص مقاس اللوحة احنا واخدينه اهوت، مفيش أي مشكلة. خد منه كوبي كده يا باشمهندس، أدي اهوت. تمام، خلي بالك ترتيب اللوحات بيكون لها ترتيب. خلاص، بيكون الأساسات الأول، وبعد كده الأعمدة، وبعد كده الأسقف. تمام، وطبعا بنحط برضو لوحة كده في الأول، يعني لوحة كده يعني بتحط فيها أسماء اللوحات والكلام ده، هنعملها بعد ما نصمم الأساسات إن شاء الله. تمام، طيب وتيجي كده يا باشمهندس بقى امسح لي الكلام ده، ديت هتكون خاصة بالأسقف، فامسح لي الأعمدة. تمام، طيب ديت مثلا هتكون لوحة ايه؟ لوحة تسليح سقف الأرضي، سميها كده. تمام، يبقى ديت لوحه تسليح سقف الارضي. ولكن هنا هنيجي هنا يا باشمهندس نشيل بقى ملاحظات الاعمده. طبعا الملاحظات العامه والخرسانه والحديد ثابته. طب نجيب ملاحظات بقى الاسقف منين يا باشمهندس؟ هتيجي كده من اي لوحه من دولت، هتيجي كده على لوحه الاسقف، او من لوحه قديمه مثلا انت عاملها لمشروع قديم ولا حاجه، مفيش مشكله اهوت. ديت مثلا ادي ملاحظات الاسقف، خدها كده كوبي وهنعدل عليها لو احتاجنا تعديل. تمام يا باشمهندس، يبقى ديت ملاحظات الاسقف اهوت، هنعدل عليها دلوقتي. بس نجيب بس مثلا اللوحه بتاعتنا الاول، وطبعا بنجيب الارض الاول، فديت لوحه الارضي. طبعا لازم تحط المحاور، هنجيب المحاور برضو. طبعا انت ممكن تعمل المحاور دي بلوك على طول عشان ايه ما تغلبش نفسك. يبقى ديت ادي المحاور بتاعتك يا باشمهندس. تمام، وادي يا باشمهندس كده كده السقف الارض اهوت. خلاص، خلينا بقى نشوف الملاحظات ديت. سمك جميع البلاطات اللي لها قمريه 30 سم ما لم يذكر خلاف ذلك، هل هي 30 سم؟ لا، ده هي كام يا باشمهندس؟ 22 سم. فتيجي كده يا باشمهندس تعدلها تخليها 22 سم.
سمك جميع البلاطات المصمتة 14 سنتي، هنا كام؟ 14 سنتي، تمام. سمك جميع البلاطات الهردي 33 سنتي، لا هي عندنا كام؟ 30 سنتي، تمام. والبلاطة المصمتة اللي فوقها 10 سنتي مش 8 سنتي، تمام. وتسليحها مثلا 5 × 8، مفيش مشكلة في الاتجاهين. وديت خلاص، هو طبعا انا ما عنديش هنا هوردي، ولكن ثبت الملاحظات دي مش مشكله. عايز تثبتها ثبتها عشان تاخدها كوبي لكل اللوحات وكل حاجه، مفيش مشكله. خلاص في اللين ماشي، الكلام ده كله تمام. هنا مثلا تسليح الكاميرات، دي خاصه بتسليح الكاميرات. طبعا يا باشمهندس لما كنت بصمم معاك الكاميرات كنت بقول لك التسليح النيجاتيف هنا بيتاخد الاكبر ما بين ايه؟ ما بين النموذجين دولت. فدي الملاحظه اهيت، تسليح العلو فوق الركائز الطرفيه، كاميرات رئيسيه او اعمده، هي امتداد تسليح منتصف البحر فوق الركائز الوسطيه، كذا كذا كذا، اكبر نموذجين. خلاص يا باشمهندس. طيب تيجي كده يا باشمهندس، محتاجين هنا جداول. طب جدول ايه يا باشمهندس؟ محتاجين هنا جدول الكاميرات، الكاميرات العميقه، ومحتاجين هنا تفاصيل بس التسليح، تمام. فادي الكاميرات اهيت، وادي فاكر الملاحظه اهيت، طبعا انت حاططها، حطها تاني مفيش مشكله، تمام. كنت عايز تحطها تحت هنا مفيش مشكله، عايز تحط الجدول فوق برضو مفيش مشكله، انا هحطه فوق على اساس ان انا احطه تحت تفاصيل تسليح بس. يبقى دي ايه؟ تسليح الكاميرات دلوقتي يا باشمهندس، تمام. هحط بس هنا ايه؟ تفاصيل تسليح بتيجي من الديزاين ايدز، هتيجي كده يا باشمهندس حط له تفاصيل تسليح كاميرات، لان طبعا كنا قايلين هنا حاه واحد وحاه اتنين وحاه تلاته، طب هيفهم الكلام ده منين؟ هيفهم ايه حاه واحد وحاه اتنين؟ طبعا من القطاعات اللي انت بتحطها يا باشمهندس، تمام. هتيجي كده على الكود المصري، ادي يا باشمهندس ادي القطاعات بتاعتي، التفاصيل انشاء الكاميرات، خد منها كده كوبي، اهوت يا هندسه. طيب تشوف بقى ايه؟ طبعا انا عندي هنا سيمبل وسيمبل وسكانتليفر والكلام ده كله، فتشوف حاجه تكون عندنا. انا ما عنديش هنا مثلا اي كانتليفر، صح؟ يبقى خلاص شيل الكانتليفر دي خالص، هي مثلا انا مش هحتاجها، صفيهم مثلا على ثلاثه، مثلا 3 قطعات حطهم مثلا ولا حاجه، تمام. طب هنا مثلا بيقول لك كاميرا، حال الكاميرا مستمرة تحتوي على بحر صغير في المنتصف، هل مثلا الحالة ديت موجودة عندي؟ اه مثلا موجودة، يعني مش هتفرق. يا السيمبل هنحط السيمبل، حال الكاميرا مستمرة، الحالة الجنرال ديت برضو. هنا مثلا حال الكاميرا مستمرة تحتوي على بحر صغير عند الأطراف، تمام. لو عندك حطها، مش عندك مفيش مشكلة. خلاص يبقى مثلا موضوع الاستاره اهيت، اللي هو العزم مقلبش يعني، فخلاص ايه اللي هي حاجه زي الكاميرا ديت يعني، فنسيبها، شيل الكلمه ديت، ادي كده يا باشمهندس جنبها، تمام. بعد كده يا باشمهندس اديهم سكيل اصغر شويه عشان يتحطوا في اللوحه، اهوت يا باشمهندس. كده يا باشمهندس انت فنشت لوحتك اهوت، مفيش اي مشكله. خلاص طيب بالمثل يا باشمهندس هتعمل لوحه ايه؟ هتعمل لوحه الدور المتكرر، تمام. ولكن قبل ما نبدا او قبل ما نعملهم، مثلا لو انت يا باشمهندس مثلا عايز تضيف ملاحظات تانية غير اللي انا خدتها، انا سايب لك هنا ملاحظات كتير. يعني مثلا ادي هيت ملاحظات هيت يا باشمهندس، هنا ملاحظات كتيرة جدا لكل حاجة. يعني مثلا ملاحظات للأسقف هيت، دي ملاحظات كتيرة جدا، عايز تقرأهم مثلا وتاخد يعني المناسب مع المشروع بتاعك مفيش مشكلة. هنا ملاحظات مثلا للدور الأخير، وهنا ملاحظات أعمدة، وهنا ملاحظات أساسات كتير يعني، وهنا برضو ملاحظات تانية هيت، مفيش أي مشكلة. طيب الجداول ديت يا باشمهندس، الجداول ديت دي حاجة بالخبرة كده عشان إخراج اللوحات يكون كويس. يعني إيه؟ يعني بيقول لك يا باشمهندس لو انت مثلا هتطبع على لوحه اي نود،
مثلا. فبيقول لك يا باشمهندس مثلا خلي مثلا الاكسب بتاعتك الاكسس خليها باللون الاحمر، وخلي اللاين ويد بتاعها 0.15 تمام. طيب الاعمده مثلا خليها بالابيض تمام، وخلي مثلا اللاين ويد بتاعها 0.6 تكون اتقل شويه وهكذا. ده بس عشان لما تطبع اللوحه تكون شكلها حلو خلاص. ديت مثلا لو اي نوت، وديت لو اي 1، وديت لو اي 2، طبعا الكلام بيختلف خلاص. طيب دي هنا يا باشمهندس في تفاصيل تسليحه اهيت يا باشمهندس تمام، في تفاصيل كتيره اهيت، تفاصيل مهمه. وديت لوحات مثلا، بصراحه اللوحات ديت هي لوحات ثابته تمام لقطاعات وكده، ديت بنستخدمها بصراحه في السعوديه تمام، وفقا للكود السعودي يعني. وديت تفاصيل تسليح بالانجليزي يعني وكده، يعني شويه حاجات متقدمه شويه. ديت مشاريع في معموله في العاصمه وفي العالمين تمام، فهي بالانجليزي وكده خلاص. طيب طيب خلينا بقى ايه نعمل بقى ايه لوحه برضو للمتكرر، والارض التاني بتاع الهولو بلوك سلاب.